حيث وجامعة أسيوط التي تعتبر القرية الأولمبية فيها واحدة من القلاع الرياضية العملاقة في صعيد مصر، إن لم يكن في مصر بأكملها، لما تحتويه هذه القرية من ملاعب رياضية متنوعة تخدم جامعة أسيوط وأبناء المحافظة وأبناء المحافظات المجاورة. وتتنوع الملاعب ما بين ملاعب مفتوحة وصالات مغلقة وألعاب فردية وجماعية متنوعة. المزيد عن القرية الأولمبية بجامعة أسيوط نتابعه في هذه الرسالة التي أعدها لنا الزميل هيثم البدري. نتابع من محافظة أسيوط، تحديدا من القرية الأولمبية داخل رحاب جامعة أسيوط. هذه القرية الأولمبية هي صرح رياضي عملاق داخل محافظة أسيوط وتحديدا داخل جامعة أسيوط. هذا الصرح العملاق أنشئ عام 2003 بعد أن تم اختيار جامعة أسيوط لاستضافة أسبوع شباب الجامعات، وصدر بها قرار مجلس الجامعة 1086. منذ هذه اللحظة وهناك إنشاءات وتوسعات كبيرة داخل هذا الصرح العملاق لتقديم الخدمات الرياضية لطلاب جامعة أسيوط أولا، ثم للمجتمع المحلي المحيط بجامعة أسيوط، ثم لمحافظات صعيد مصر بأكملها. إذن الخدمات الرياضية الموجودة داخل هذا أو هذه القرية الأولمبية تقدم الخدمات الرياضية لكل أبناء محافظة أسيوط ولكل المحافظات الصعيد المجاورة. هذه الملاعب الكبيرة والعملاقة سواء على مستوى الصالات المفتوحة أو الصالات المغلقة تستضيف العديد من الأنشطة الرياضية للاتحادات الرياضية المختلفة، وتقدم الخدمات الرياضية لكل الرياضيين داخل محافظة أسيوط. ويعني على مستوى جمهورية مصر العربية تم يعني استخدام هذه القرية الأولمبية لاستضافة الدورات الرياضية والألعاب الرياضية سواء في الدوري الممتاز أو من خلال بعض الدوريات المختلفة في كافة القطاعات الرياضية. هناك ألعاب فردية تمارس داخل هذه القرية الأولمبية، أيضا الألعاب الجماعية أو ملاعب المفتوحة للألعاب الجماعية، ملاعب للإسكواش، المكان الذي أقف فيه الآن مجمع السباحة الكبير القانوني والعملاق الذي أقف فيه الآن، يقدم خدمات تعليم السباحة والغطس والعوم لكل البراعم والأطفال والكبار هنا داخل محافظة أسيوط. إدارة الجامعة تطمح بشكل كبير أن يتم استغلال هذه القرية الأولمبية في كافة الأنشطة الرياضية التي يعني تستضيفها الدولة المصرية، واستخدام هذه الملاعب العملاقة في الدوريات المختلفة لتكون هذه القرية انطلاقة كبيرة لأبناء الصعيد ولأبناء محافظة أسيوط، ولتنمية الاستثمار الرياضي بشكل كبير لمواكبة ومجاراة عدد من الأندية الخاصة التي بدأت تنشأ وتقام في كافة محافظات مصر. يمكن دي كانت كل المعلومات المتعلقة بهذه القرية الأولمبية الموجودة داخل رحاب جامعة أسيوط، وعودة مرة أخرى للزملاء في الاستوديو.